صباح الخير عليكم الخوت. اخوكم غادي للعمل و تنخرج من الباب، يعني كنسد المحل ديالي باش تلقى ان غروند فاليز بالتيكي ديالها محطوطه، يعني محطوطه في الكولوار ديال الموبل، حدا الباب ديال الموبل، يعني شي واحد حاط امانة لشي واحد، ما قاس حد يعني امام الحفظ والصوم، يعني انا كنشوف حال المناظر هادو والله العظيم الا كانت شوكة بزاف. هاد الناس هاد الامل اللي فيهم، دابا شي واحد هاد لي فاليز عامره بالحوايج ديال شي واحد حطها لي عند الموبل، تلقى هضر معاه في التليفون وقال له شوف حطها لي في سميتو وصافي. يعني ملي غادي يجي غادي يلقى لافاليز ديالو وما غيتوشيها حتى واحد. الحمد لله والشكر لله. هاد لي كاميون في بعض الليالي كيدوزو من هنا بزاف، علاش؟ لان الطريق اللي غادي ليها غادي يمشي تو دروا، تما كاين الاشغال. طلع تبارك خوت، انا خارج بوحدي في الليل، السكون المهم ما كنتش ناوي نصور، ولكن هذيك لافاليز يعني الفضول ديالي جعلني ندير هذا الفيديو. صافي هذا المكان. يلا الخوت تصبحوا على خير، تبارك الله عليكم، ناموا مزيان، الله يحفظكم، مع السلامه.